طبعا انا بشكر استاذ شفيقة شلبي مرات كتير على الفيلم اللي انا كتير كنت مستني اتفرج عليه. حظ الجميل النهارده انا بالفعل اتفرجت على يتامى الزعيم، وهبدا من يتامى الزعيم وهو اختصر الحكايه كلها. واعتقد ان فشل كل الثورات المصريه من سنه 82 لسنه 19 لسنه 52 هو ازمه يتامى الزعيم اللي بتكرر حاليا دلوقتي، وهناك مئات الملايين من يتامى الزعيم الذين لم يقرأوا التاريخ ولا يبحثوا فيه. واعتقد ان الفيلم هو طارح لاسئله كثيره جدا محتاجه بحث تاريخي، ومحتاجه ان تكون هذه الاسئله ماده للبحث وماده للطرح على الشارع المصري، وبالذات احنا في مرحله اصبح التواصل الانساني عبر الاليات الجديده للتواصل اتاح ان الجماهير تشارك في صناعه القرار. في نقطه مهمه جدا انا خدت بالي منها من في حوار الاستاذ فتح رضوان لما بيتكلم عن ان القضيه ليست في ان تؤله الجماهير زعيم سياسي او قائد سياسي او حزب ما، ولكن الازمه الحقيقيه هي في افتقاد قوه الضغط اللي تستطيع بها هذه القوى السياسيه ان تؤثر في الشارع. كل القوى السياسيه اللي مرت قبل ثوره 52 لم يكن عندها قوه ضغط كافيه ان هي تغير في الوضع القائم في هذه الفتره. اعتقد ان السؤال الاكبر اللي انا ممكن اخرج بيه من فيلم يتامى الزعيم هو هل ثوره 25 يناير هي الحلقه الاخيره من حلقات الثورات الشعبيه المصريه اللي بدات من ثوره عرابي، ام ان يتامى الزعيم سيجهضوا هذه الثوره مره اخرى وسيعيدون الى نقطه الصفر مره جديده. انا لانك مخرج فانا عايز يعني اللي بيتكلم يتكلم عن الفيلم، ممكن يتكلم عنه كمان سينمائيا باعتبار ان انت مخرج. يعني انا طبعا مشدود جدا بالطروحات الفكريه اللي بيطرحها الفيلم اكتر من الحاله الفنيه، لان حضرتك وانت بتقدم الفيلم اتكلمت عن ما يطلق عليه السينما المباشره. واعتقد ان الفيلم ايقاعه جاذب لينا، ايقاعه جعلنا نستغرق في كل تفصيلاته. واعتقد ان ايقاع الفيلم هو الحاله اللي اي شخص بيسعى او اي مخرج او فنان بيسعى ان هو يمتلكها او يسيطر عليها. الفيلم ايقاعه مشدود.